الانتخابات. أستضيف الأستاذ رامي خضري أبو أحمد أحد الحاضرين والمتواجدين في هذه الليلة. في البداية أبو أحمد أرحب بك، أمس عليك، شاكر لك تحت الفرصة، يعطيك العافية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة في هذه الليلة العطرة أحب أنتهج أسمى الجمل وأجمل العبارات لأخي بندر الأركاني في هذه الليلة اللي تشكل له ليلة مثالية. أسأل الله العلي القدير له التوفيق والسداد، وأتمنى له حياة زوجية سعيدة بأمر الله تعالى بإذن الله. بندر الأركاني ينتقل من حياة إلى أخرى، ينتقل من حياة العزبية إلى القفص الذهبي. الله يوفقه إن شاء الله، ومنه المال إن شاء الله والحلال بأمر الله تعالى. أنا أتمنى له كل السعادة وأتمنى له التوفيق. حقيقة بندر أركاني أخ عزيز يستحق إنه إحنا نتكاتف ونتواجد معاه في هذه الليلة، لما أنا التمست من بندر أركاني من أخوة، من صداقة، من قلب صافي، من نية صافية. توجبت علي إنه أنا أكون حاضر معه في هذه الليلة، أشاركه معنويا وروحيا وتواجديا وجدانيا. ومهما إيش ذكرت من المسوغات هذه، حقيقة بندر يستاهل أكثر من كذا. بندر الأركاني شخصية مرحة، شخصية حبوبة، شخصية محترمة، شخصية تفرض محبتها واحترامها للجميع. فالوضعية هذه والأمور هذه والبوتقة هذه عكست تواجد المحبين وأوجدت من جميع الوسط الرياضي محبي بندر الأركاني، توجبت عليهم أنه يكونوا متواجدين في حفل زفاف بندر في الليلة هذه. حقيقة أنا أوصي بالصبر، أنه الحياة الزوجية هذه كم ما تتحمل من أعباء وكم ما تتحمل من منغصات، من أمور خارجة عن الإرادة. حلاوة الزواج مرة كذا ومرة كذا، مرة حلوة مرة مرة، ولكن أنا أصيب الصبر، وإن شاء الله ربنا يوفقه ويسعده إن شاء الله ويعطيه الذرية الصالحة. شكرا لك.